بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم عنا طاعتك، اللهم عنا طاعتك وذكرك وشكرك وحسن عبادتك خلقت مبرأ من كل عيب كأنما قد خلقت كما تشاء. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله يا محمد يا ابن عبد الله. بسم الله الرحيم، راح نوصلوا الدرس تاعنا تاع جذور. جذور وركزوا على حاجة، على رمز الجذر. رمز تاع الجذر يقولنا هذا مثلا خط تاع الكراس، ها؟ قلنا رمز الجذر هو الرمز الدقيق. أو الجذر حيث قلنا الشرط التالي تاع الجذر أنه أ لابد أنه يكون عدد موجب، يعني ما كانش مثلا جذر عدد سالب، ما كانش ليكزيست بي في الماط، ما كانش جذر ناقص خمسة، ما كانش جذر ناقص سبعة، الجذور موجبة، جذر صفر يساوي صفر، جذر واحد يساوي واحد. قلنا ما معنى الجذر هي شكون هي القيمة اللي ضربها في نفسها تعطيني القيمة، فهمين؟ أعطينا السهم وهذا هو الحاجة الدقيقة جدا اللي أسيست عليها، ولازم دائما يكون مكتوب عندي السهم، السهم هذا لازم يكون في راسك. أنا عندنا واحد، أنا اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، 13. على الأقل احفظ لي احترف الطرف. واحد مربع، واحد في واحد، واحد في اثنين، واحد جيني سبعة وهكذا. هذا على بعض الخواص كنا باللي الجذر يتفكك في الضرب وفي القسمة. في الضرب والقسمة قلنا مثلا باللي الخاصية هذه جذر أ في بي، قلنا هي عبارة عن جذر أ في جذر بي. أعطينا عليها إكزومبل، قلنا مثلا جذر 10، 10 نكتبها واش؟ 5 في 2 نفرق الجذر تعطيني جذر 5 في جذر 2. جذر في القسمة قلنا مثلا جذر أ على ب حيث ب، نشرطوا بلي ب حيث ب لا تساوي صفر. جذر أ على ب واش تعطينا؟ جذر أ على جذر ب. تعطينا جذر أ على جذر ب. فكر جذر أ على جذر ب. أعطينا إكزومبل طريقة سريعة، قلنا مثلا جذر 25 إذا 49 على 25 تساوي هي جذر 49 على جذر 25 وتساوي 7 على جذر 49. قال هي 7 على 7 في 7 49، جذر 25 هي 5 على 5 سي سام سي سام. لكن كون نقول لك مثلا واش يساوي جذر أ زائد ب، مثلا جذر 7 زائد 3، هذا لا يساوي جذر 7 زائد جذر 3. إذا ما نصحش نفرق الجمع الجذر في الجمع والطرح، صح صح تمام لها. هذه خواص شفناهم حسن اللي فات، حنا قاعد نذكروا بهم برك. شفنا كيفاش كيكون عندي ثاني سلسله، شفنا زوز انماط، حنا نذكروا زوز انماط، كاين النمط الاول وكاين النمط الثاني. النمط الاول كيعطيني يقول لي مثلا بسيط السلسله ولا احسب، بسيط ولا احسب، كيف كيف على حساب سيره السؤال. السلسله الجذريه هذه ولا بسيط او احسب المقدار ا
يكتب لي مثلا أ مثال على سبيل المثال يكتب لي 3 جذر 5 مثلا 3 سنين جذر 20 مثلا زائد 7 16 في 5 كم 8 كما نعم 8 هذه مثلا سلسلة مش نكتب بسلسلة هكذا مش أي جذر نكتب سلسلة إذا كان بدات الأستاذ راهو دارسها يعني ما تجيكش أي سلسلة كون تجيك أي سلسلة تسمى مش مقر عليك باش نفهمو كاع وهذا قال جذر 8 جذر 8 ما تمشيش مع جذر 5 تمشيش فهمت هذا النمط الأول ستيل لوب ستيل نمبر 1 نشوفو ستيل نمبر 2 هذا نمبر 1 واش يقول يقول كي تلقى كيما هكا الطالب يطيش عين وشكون هو العدد الصغير ولا هو خمسة علاش سميتو عدد صغير لانه عدد اول عدد اول تسمى يطيش مع نفسه ولا واحد خمسة واش ندير هو نقسمه واش كاين داخل الجذور هذه كل على خمسة حتما كيف تعرف روحك بلاك صحيح حتما اني راح نطيح في الارقام هذه ذات لون احمر هي اسمها المربعات تما بعض الطلبه ما يعرفوش الاسامي تاعها هذه ذات لون احمر اسمها المربعات التامة وربع تام مليح نبدا نخدم اه توسع اذا قال لي الشيخ روح لو بيتي سبوه بالاحمر لو بيتي هو خمسه هذا واش يجيكم الهليه هذه الهليه تاعك الهليه تاعك يجيكم بي جي سي دي يقول لك احسب بي جي سي دي عددين يختزل الكسر ويعطيك مثلا تاع سلسله فيها جمع طرح باش دير الاخر تمام ولا يجيك 80 تاع عنصر التحليل ولا يجيك 80 دول عدد اللي يجيبوه الجذور وشي واحد يعطيك سلسله كيما هذه يقول لك بالصفر كيما ندير علاش تلقاو الطلبه الماده في الهليه يجيبوا 20 علاش مسكين قاريين فاهمين هو توصل وزيد زيد حاجه نوصل في حاجه والله العظيم اللي يكملوا السوجي في وقت قصير جدا هذه من علامات الذكاء تاع الطالب انه يخدم وحنا ما نطوروش نشوف الوقت التايم يخدم بالوقت بالطول يخدم يدمج علاش لانه تلميذ متمرس حنا شكون تلميذ ممتاز هو اللي يخدم ويزيد يكمل في اقصر وقت ممكن فهمين اذا شفت انا لو بيتي تاعي هو خمسه واش ندير نقسم ما في داخل جذر على خمسه بون ثلاثه جذر خمسه كيفاه ندير استاذ طه كيك هذه طه كيك انت ما نقيسهاش تبع من الاستاذ تبع ما نهضرش تبع من الاستاذ ناقصني جذر 20 قسمه خمسه فيها اربعه شو مليحه دوك تشوفوا لي مسودين تلقاهم كل مربع تاعهم نصبغهم لون الازرق اربعه هنا ها اولي ايه زائد سبعه ثمانيه قسمه خمسه تلقاها 16 شوف 16 كاين هنا ولا هاي 16 يعني تلاحظ بلي تا هذا كي تعجنهم تلقاهم مكتوبين بدلاله مربع تام مع البيت مربع تام مع البيت شكون البيت تاعي هو خمسه شوف خمسة 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 داخلة واش راح نديرو؟ راح نخرجو المربع تاع مربع هذه راح تخرج و16 هذه واش تخرج؟ كيف تخرج؟ تخرج بالأرقام المقابلة لها ها أربعة واش تقابلها؟ 2 و16 واش تقابلها؟ 4 يعني جذر ربع هو 2 وجذر 16 هو 4 وي انتبه ليه هذه جذر ربع تخرج لي هي 2 وهنا جذر 16 واش تخرج لي؟ 4 هذا جذر 5 دائما يتبع ليك آه توصل ثلاثة جذر خمسة اثنين كي تخرج واش تلقى؟ ناقصني باثنين ناقص ربعة اثنين هذه كي تخرج جذر ربعة تخرج اثنين وحنا شفنا الخطأ تاع الزملاء كانوا يرتكبوا الحصيلة انه جذر ربعة كي يخرجوها خلوها ربعة فهمتني لازم جذر كي تجذر العدد لو يصغر اذا جذر ربعة تعطيك اثنين اثنين كي تخرج هل نكتب اثنين ولا نضربها بالعدد في المعامل تاع الجذر؟ اثنين في ناقص اثنين تعطيك ناقص ربع. تبقى يا حمودي. زين. جذر 16 ربع 4 في 7. 28. واش قال لي الاستاذ؟ ناخذ جذر 5 كعامل مشترك. منا جذر 5 ومنا جذر 5 ومنا جذر 5. راح نهزو جذر 5 كعامل مشترك. هاو الشيخ كيف نعرف جذر 5؟ نديرو قوس فرق ونكتب هنا جذر هنا معناه راك هزيتي جذر خمسه كعامل مشترك واش ندير؟ كيقول نلعبوا اللعبه تاع الدريقه نلعبوا اللعبه تاع الدريقه لكن انسان ندير بصح كي تفرق جذر خمسه واش تعطيك؟ ثلاثه
كيتراجع ل 25 صح نعطيك مهم انت كتقول لي 4 يا خمودي ناقص 4 كيتراجع ل 5 زائد 25 وسي هذا الدرس بسيطه جدا بسيطه جدا كيشوف خياطه نجمع الموج مع الموج 22 و 3 31 حل 4 تساوي النتيجه الاخيره 27 جبر 5 تمام هذه الطريقه كيفاش نخدم وهذا هو كيفاش يجي ان شاء الله الامتحان هذا النمط رقم واش قلنا النمط رقم واحد يعني تبعوا لبتي لبتي سر شفنا النمط رقم اثنين النمط اثنين تبعوا باش يحس هذه ان شاء الله راح نشوفوا كيف نظهر في المرافق نعطيك كسر الجدر فيه مقام اذا نحيو الجدر كتاب تكسر على شكل نسبه مقام واحد نقط تمام هنا ديروا الصح لابير ستيل نمبر 2 رقم 2 رقم 2 ما يعطيكش عدد صغير تجبدو انت وهذا هو اصعب ستيل وقولوش اصعب يعني فيه في طريقه فيه فكره واحده اخرى شفنا كيما التمرين اللي عطينا لكم الحصه اللي فاتت التمرين اللي دينا المره اللي فاتت ولا نبدأ هنا نشوف الاختبار زيد نذكر صاحب ولا خليه بذكر نظري اختبار في الفيديو الاول هذا اختبار تاع شامي قال جذر 92 جذر 98 زائد 3 جذر 32 128 128 انا وصلني الاستاذ قال لي دائما اقرا واش كاين داخل الجذر نقرا 98 32 داخل نقرا الداخل و 128 الحساب النمط الاول انا بالنسبه لي انا لو بوتي الصغير هو 32 لكن 32 مش عدد اول احنا تفهمنا شكون هما الاعداد يجوكم تسمى بالنسبه لكم انتم الكاتريام اني كاين 2 كاين 3 كاين 5 7 11 13 على الاقل مجموعه عاليه كي تلقى ما بين داخل الجذر هذا افر او تسمك في النمط رقم واحد بصح ما دابا راني في النمط رقم اثنين كما قال لي الاستاذ لابد اني نركز كيف نركز شكون هو العدد الصغير 32 روح نبدا نقسم 32 على الارقام ذات اللون الاحمر ونطلع بيان سور مانيش نقسم على واحد نبدا نقسم وقتاش نحبس نحبس كي يكون حاصل قسمة عدد اول نبدا نقسم 32 قسمة 4 8 هل 8 عدد اولي لا. يعني هل ينتمي مجموعة هذه نص تمر 32 قسمة 9 جيب الفاصل نص تمر ما نحبسش قسمة 16 2 عدد اولي لا راح نحبس اذا نحكي بالنظر ما هذه 3 جد ستة عشر ستة عشر ستة عشر ستة عشر ستة عشر ستة عشر كي عرفت انا شكون ولد بوتي هو اثنين تسمى 98 ضرب 128 او كل تقسموا على اثنين نجي هنا 98 قسمة اثنين 49 كيف بلي مربع تاعهم 49 شكون 49 اقسم 128 اثنين كيفاش ولا هذه طريقة ممتازة طريقة ممتازة صحيح كي تلقى كي ماكسيما صحيح تحد تمني خلاص بس كي المشكل تاعك بغينا نلقاو شكون هو لبتي نمشي عليه صغير لبتي تاعي دوم هو اثنين بس لاحظ وعيد كيف حتى اكتشفت فيه نعاود هل رحت 98 لا هل رحت 128 لا رحت 32 هو الصغير هذا رقم واحد روح الصغير تبغوا هذه الطريقة كالأستاذ تسمى مش طريقة عامة ولا أكاديمية ولا هذه الطريقة بيني وبينك ندوها للطلبة باش يبغوا روحنا 32 نبداو نقسموها على مربعات الثمن لأنه كاين بعض الأساتذة اللي واش يقول لك يسميك لو بيتي واش يقول لك يقول لك اكتب العدد أ على الشكل أ هذا على الشكل واش مثال بي في جذر 2 إذا كان كتب لي كيما هكا وسمى لي لو بيتي تسمى واش ندير تسمى نقول لك تقسموا على 2 أو سمى لي تسمى لي كيما في الاختبار هذا ما سمناش واش قالنا قال لك بسيط العدد أ هذه دائما نسميها واش هو كي شغل دجاجة ذبحتها وخليتها تفركس ربي يسهل عليك هنا لازم الطالب يكتشف هو شكون هو البروتين واش ندير نبدا نقسم العدد الصغير هو 33 نبدا نقسمه على المربعات تاعو
بيان سور ما يتقسمش على واحد، تكون تقسم 30 على واحد، إذن 30 نبدا نقسم على 4. هنا الله بين 30 على 4 تقريبا، كيفاش فيها النتيجة؟ فيها النتيجة 8 تسمى بعد، أنا ما قبلتش 8، واحد يتسائل يقول لك الشيخ 8 أنا ما قبلتش، أنا جاش فاصل. ليس هكذا هو مش عارف مش بطريقة أخرى، 8 بعد 8 بعد مازال نجيو نفككوها نكتبوها 4 ب 2 و4 مربع تام ها تسمى 8 بعد مازال 16 حنا مش ما ندوخوكمش باش نقولوا نقول لك اقسم 32 على المربع التام لازم يكون النتيجة إما 2 أو 3 أو 5 أو 7 أو 11 13 تقريبا هذوما الأعداد اللي يجيوكم إذا قسم 4 8 قسم 9 بالفاصل جو باس قسم 16 2 ما فهمش عليها 2 قبلنا 16 قبلنا بيسك حاصل قسمة قداش؟ 2 طيب 32 كتبناها 16 في 2 ودائما ماذا بك تاكدوا ان شاء الله باش تعرفوا راك صحيح ولا غلط 16 في 2 48 في 2 98 64 في 2 128 راح نبدا نخرج راح نبدا نخرج من الداخل 49 واش تخرج؟ 7 جبت 49 هي 7 علاش 7 في 7 49 16 واش تخرج؟ 4 هذن كي يخرجوا يخرجوا لبرا يخرجوا بالضرب يضربوا في الاعداد اللي مكتوب لنا انا ما عجبانيش واش كاين على حساب واش عطاك 8 اذا 7 كي تخرج ما تلقى واحد تسمى تعطينا 7 وتلقى جذر 2 داخله كي تخرج لي واش تبقى لك جذر 2 زين 12 زين 4 في 3 12 4 6 كي تخرج 8 زين ايش الناقص؟ ناخذ جذر 2 كعام مشترك كي تروح جذر 2 سبعة سبعة زين 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 و ناقص من 12 و 7 19 11 هذا هو الولد قريب في 6 سيدات اصعب اصعب ستيل هو ستيل نمبر 2 كيما عرفتيش واش اسمه ستيل واحد القيمه واحد هو عاده شفناها ولا شفناها في الاهليه تظل كالاهليه وبعض الاساتذه تسمى اللي عندهم الممارسه عند الممارسه تسمى يسمي الفيلم يسميه بيسك مش اي طالب يجاوب بالطريقه هذه مش اي طالب راح يقول له باغ اكزومبل اكتب على الفا على الشكل بي في جذر 2 تسمى تفهم انت بلي البوتي تاعك شكون هو؟ 2 تسمى تروح تحكي تقسم ما في داخل الجذور كل تقسم ولا 2 تسمى كيجي كي كتسمى ولا ستي رقم واحد واضح مشوار تمام اش بنا الاله حاسبه علميه حنا عطينا طريقة أن نحط الآلة حسب العلمية هذه نحب هذه هذا طلب يشوفهم مليح هاي الآلة حسب العلمية هذه باش نتأكدوا من النتائج المرة هذه كي تخرج على بالك اللي خدمة تاعك صحيحة ونحسبوا راح نديروا جذر 98 أو عندكم جذر جذر 98 زائد 3 في جذر 32 ناقص جذر 128 128 النتيجة 15.55 تقريبا 15.55 هذه كيما تعرف روحك بلاك صحيح وروح النتيجة الأخيرة اللي لقيتها قداش؟ 15.55 النتيجة عطاتني ثاني 15.55 تسمى نفهم روحي على بلي الخدمة تاعي راهي تريجيس راهي صحيحة فهمي ولا؟ الخدمة تاعي راهي صحيحة هذه التحقيق واضح الامور ولا؟ صلى الله عليه محمد. واش راح نديروا اليوم ان شاء الله؟ قبل الساعه ما نطلقوا الحاجه راح نقولها. جينا نذكروا بحاجه. دي فوا في بعض التمارين في بعض الكتب باش يشوف اسكو راك تعرف تخدم ما تعرفش تخدم تعرف شو يطبق الخواص ما تعرفش يطبق الخواص يقولك مثلا احسب مقدار معين يعني يختبرك اسكو راك فاهم ولا ماكش فاهم قد يكون مقدار هذا كما درنا حصيفات يكون بالطريقه هذه 100 هي في 2 ولا جذر؟ جذر 100 زين انا لاحظت بعض الطلبه شفت الطلبه يعني كي شفت الكارس لقيتهم ما يعرفوش يكتبوا الجذر واش كتب لي تلميذ نشوف الكراس تاعو كتب جذر 3 جذر 100 زائد 6 انا كتبتها له في السبوره بالطريقه هذه شوف هو كيف كتبها كتبها انا بالطريقه هذه كتب لي هيك
معنى هذه الجذر ثلاثة، معنى الجذر هذا بتاع ثلاثة فقط. وقال الجذر جماعة وقال كيس سيوان لازم تعرف وش هدفها. شو كتبت كذا؟ شوف جذر هاي تنسر جذر كبير يعني يغطي ثلاثة جذر مية زي ستة. أنا وش قال الأستاذ؟ كي نجي نحسب الحساب هذا الأولوية للجذر الداخلي مش نشوف زوج جذور دور، لا نخدم واحدة نخدم الجذر اللي داخل من بعد نروح للجذر اللي ها تباش توسل جذر ثلاثة نخليها كما هي ثلاثة وش يساوي جذر مية؟ عشرة جي في زايد ستة ولا ذوك العملية تاع السنة بالنسبة للداخل تاع السنة ولا متوسط ثلاثة في عشرة 30 زائد 6 70 النتيجة هي جذر 6 وتساوي 6 وتساوي 6 تمام 3 في 10 30 30 زائد 6 36 جذر 36 6 تمام واش نشوف زوج جذور اسمها الدور هذه شفناها ثاني الاساتذه يمدوها في الاختبار يمدوها اختبار الطالب لابد انه يركز وما نسرعش وما نخلعش انا فهمت حاجه ما فهمتش قال لي كي نسمع كلمة جذر 18 بالسهم هذا هو سهم الجذر يبان ثم يبان سهم هذا هو السهم الأعلى أي حاجة طلبها منك جذر 18 بجذر السهم تمام بصر ثاني حاجة من بين التمارين اللي شفناها ثاني على الجذور استعمالات الجذور انه يعطيني متطابقه شعره متطابقه شعره كان مثلا ثلاثه متوسط تمام ا زائد ب يكون مربع و ا ناقص ب يكون مربع ولا يعطيني جمده تاع مقدار في مقدار في مجموع اذا مثلا يكتب عليا حساب المقدار مثال جذر ثلاثه زائد اثنين مثال كل مربع هذه متطابقه شعره بالشكل ا زائد ب كل مربع بعد طبق المتطابقة الشعرة ديروا تذكير وش يساوي السحب أ زائد ب في كل مربع يساوي مربع الحد الأول زائد مربع الحد الأخير زائد ضعف الأول في الثاني هذه متطابقة شعرة داخلة في الحساب الحرف أ زائد ب في كل مربع كي يجي نطبق هذه هنا هذا كي شغل هو أ جذر كذا هو أ واثنين هي بي ثم الحد الاول هو اللي يجي قبل الاشاره والحد الثاني هو اللي يجي بعد الاشاره يعني بالنسبه لي انا هذا هو ا واثنين هذه تمثل ماذا؟ تمثل واش كاين بيناتهم؟ زائد تكلم لك وجدت هنا بيناتهم ناقص كون تكون ناقص ندير ناقص هنا ثم زائد تبقى دائما زائد من غير الاشاره تاع اثنين كي تكون هي زائد نديرو زائد في اثنين كي تكون هي ناقص نديرو ناقص في اثنين نبدا نطبق المتطابقة شهادة جذر ثلاثة زائد اثنين يكون واش تسمع حساب الأستاذ واش قال؟ تسمع مربع الحد الأول معناها جذر ثلاثة كان لدي الأقواس لأنه جذر معناها قوس زائد اثنين مربع زائد ضعف الأول في الثاني أنا كي نجي نضرب جذر ثلاثة باثنين يا هل ترى نقول جذر ستة ولا نخليها اثنين جذر ثلاثة؟ على السؤال مطرح يخليها اثنين جذر ثلاثة علاش؟ لأنه وقتاش تضرب الجذور في بعضها كي يكون هذا فيه جذر وهذا فيه جذر يصلح نحطه بالجذر ونضربهم مع بعضهم بس تكون لي خمسة في جذر سبعة وش النتيجة؟ خمسة في جذر سبعة هي خمسة جذر سبعة ربعة في جذر اثنين ربعة جذر اثنين بصح جذر اثنين في جذر كذا في جذر ستة يا شيخ وش بيك ضرب اثنين في كذا؟ بيسك في زوج عندهم جذور كي يكون عندهم في زوج جذور يضربوا في بعض اذا اثنين نكتب هنا تساوي مربع الحد الاول قلنا زائد مربع الحد الاخير اثنين مربع زائد الضعف هذول الاقوس شو ما تغلطوش الاول في الثاني معناها الاول هو جذر كذا والثاني يكون هو اثنين شو ما يلاه جذر كذا مربع انا التربيع ما يكون مع جذر تعطيك كذا اثنين مربع تعطيك اربعه اثنين في جذر كذا باثنين اعداد ضرب في الاعداد اثنين باثنين اربعة بص على جذر كذا طاح كيما كان جذر كذا على بيسك ربعة ما فيهاش جذر باش نضربوها في جذر كذا ثلاثة زائد ربعة سبعة زائد ربعة
هذه النتيجة الأخيرة تبقى هيك، تبقى هيك ما تتحركش. هذه النتيجة الأخيرة تبقى هيك. 7 زائد 4 جذر 3. ولا تشوفوا من نصيكم لا. باش تلموا الجذور، باش تلموا الجذور. لازم تبداو تحلوا التباري كيما هذا ونشروا منه كذا باش تلموا مليح الجذور. عمرك ما تتعلم الجذور بوش بجذر 16 4 جذر 25 5 ما تتعلمش الجذور. باش تتعلم تعود كيما البيان. يقول لك هذه دو ري مي فا سو لا سي بصح باش دير لازم تبدا التركيب كيما الحروف الفرنسي ا بي سي دي احنا كنا عندنا الحافظين حافظ الحروف بصح نقول لك مثلا اكتب لي بابا تبدا تشوف تسمع النقطة بابا تسمع بي لصقها مع الام هذا هو التلسان درك انتم راكم حافظين ذاك الاخر الجذور حافظين بصح ما تعرفوش تركبوا هذا المشكل تاع الطرف التركيب ما يعرفش بالعقل بالعقل راح نتعلم واحد يطرح لي سؤال مثلا يقول لي شيخ انا ما فهمتش يا استاذ معليش جذر كذا مربع ترى بيروح من جذر كذا معليش اثنين مربع الشيخ انا فهمت هاي 4 بصح الشيخ انت كيف تلقى لي 4 جذر كذا واحد يطرح لي سؤال ما فهمتش يا استاذ هذا ضرب عندنا قاعده في الضرب نقول الحر يمشي مع الحر شو معنى الحر الحر يعني العدد اللي ما فيه جذر يضرب في العدد اللي ما فيه جذر لك علاش ماهيش من 4 4 جبناها 2 في 2 ضربه وتبديل من خواص الضرب وش فيه وتبديل 2 في 2 4 جذر 3 ما كانش حاجه فيها جذر طاحت كيما كيك تبقى 4 جذر 3 نزيد حاجه نقول لك نعطيك ملاحظه يسالوها بزاف ترى الشيخ ما انا ما سمعتليش 7 مع 4 نقول لك اللي فهم عليا طرح السؤال هذا نقول له علاه ما جمعتليش 7 مع 4 هنا حنا في كلام السنه الاولى متوسط مثلا المعادله ولا كذا 7 زائد 4 يجي اخر انا ما جمعوش 7 مع 4 تفضل خاطر 4 في بيناتهم ليس على القضوي لا لانه 4 ليس يعني تفضل فربع هذا مش معنى 4 هذا ربع هذا مش معنى معنى هي ربع هذا معنى هي اكس زائد اكس زائد اكس زائد اكس اي مش 4 اللي تشوفوا تعرفوها انتم 4 هي تدل على عدد 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 دي 6 عندك 4 اكس كي شنو نقول لك انا 4 4 مثلا اشكال حليب 4 اشكال حليب نجيب لك 4 اشكال حليب يا شيخ شيخ والله ربعه فربعه تدل على العدد تاع اشكال تاع الحليب ربعه ليش ربعه هذيك نعرفوها نقراوها في الرياضيات ربعه فهي عدد اشكال تاع الحليب اذا ما معنى ربعه جذر ثلاثه معنى هذه الكتابه تاعها معناها هي 7 زائد جذر ثلاثه زائد جذر ثلاثه زائد جذر ثلاثه زائد جذر ثلاثه قداش مره جذر ثلاثه؟ اربعه كاتر فوا فربعه هذه تدل على عدد الجذور جميلة فهي لا تدل على عدد ربعة فهو ليس حرف ربعة لاحظ بلي راه مسودي بجذر ثلاثة مسودي مسودي تمام ما يصلحش نجمع 7 مع 4 هنا يصلح نجمع 3 مع 4 علاش؟ بيس 3 حر ولا مش حر؟ واحد مش معنى حر يعني واحد وربعة هذا إذا جمعت الحر مع الحر هاي ربعة 7 بس ربعة هذه ليست حرة كيف تعرف فيها ماهيش حرة؟ كي تكون مضروبة بحاجة مضربة في فينيش حرب اي مطاش كمال مطاش ما حاجه باش نزيد نفهم مليح هذا مثال درناه برك باش نزيد نفهم مليح تبو مليح يعني الجذور يا جماعه راهم يتفاهموا بالممارسه يتفاهموا بالتمارين لازم نحل بزاف التمارين نحل بزاف التمارين شو باش نفهم مليح يجيك سؤال مثلا نعطيك سيد سيلا باش نزيد نفهم مليح نقول لك مثلا احسن ما يدرك تبع ولي حس هذا راح يديروا هذا حسابات جذور تاع حسابات باش باع تباع حتى ندخل شو لها باع حتى تقول يا استاذ فوت فوت احنا فهمنا احسن ما يدرك اعطيك مقدار ا مثلا 5 ناقص جذر 3 في جذر 3 زائد 2 18 18 جميل احنا قلنا في السنه الثانيه متوسط الثانية متوسط توزيع كيف نوزع الضرب على الجمع ولا كيف نوزع ننشر سلسلة في سلسلة راح نقولوا الأول في الأول تبع معي والأول في الثاني ثم الثاني في الأول الثاني في الثاني شو مليح الترقيم الحمودي واحد اثنين ثلاثة أربعة تخيل 40 بلي عندك زوج نساء راح يسلموا على زوج نساء
سلم هذا على هذا، من بعد هذا على هذا، مثلا انت وماماك رحتوا دار خالتكم، هذه خالتكم، هذه خالتكم، هذه بنتها، سلمي على خالتك، بعد سلمي على بنتها، ماماك تسلم على خالتك يعني اختها، من بعد تسلم على بنتها يعني بنت اختها. منطق ولا مش منطق؟ منطق ولا هذا سمي وحده في الريبيت سموه النشر، هي العقليه، هي عقليه السلام. تبع مليح الحمد لله، الامور تحتاج الى بسيطه جدا لكن تحتاج الى دقه، تحتاج الى دقه. انا نقول كون يتاح السفر وما تهزوش، لازم تبع هذا المشتري تاعي بالدقه. راح نبدا السهم رقم واحد، اسمعني مليح كيف راح نجي. خمسه في جذر ثلاثه، هذا حر وهذا جذر، كي نعطيك حر مضروب في جذر خليها هكا. شوف خمسه في جذر ثلاثه، اللي فهمني الولاد يقول لي هي خمسه جذر ثلاثه يا استاذ، اللي مش فهمني يقول لي شيخ هي جذر 15. علاش؟ خمسه في ثلاثه يقول لي 15، يا ودي ما يصلحش عدد حر في جذر. قاعده عدد حر في جذر النتيجه تساوي الحر في جذر. مثال سبعه في جذر اثنين، هي سبعه جذر اثنين، مش اي حاجه عندها نتيجه. ها راح تقول لي جذر 14، هاني اسمع تقول لي جذر 14، هكا حفزت على القاعده. وقتها يستغربوا الجذور في بعضها، متى؟ كي يكون هذا عنده جذر وهذا عنده جذر. انا الجذر دائما نسميه السيوانه، نسميه السيوانه. كي يكون عنده هذا السيوانه وهذا عنده السيوانه، ها نضرب واش كان داخل السيوانه هذا في هذا، هي تعطيني سيوانه ايه ا في بي ولا بي ا، كي ضربت بدي هنا عندك العقل، اضرب في بعضها ما كاش. إذا السهم رقم واحد راح نشد عليه، مفهوم السهم رقم واحد؟ خمسة في جذر ثلاثة هي خمسة جذر ثلاثة. ننتقل للسهم الثاني، تبع الحمد لله. خمسة في اثنين 10، كي كاش فاصل جذر هي 10. السهم الثاني واحد يظهر واضح، خمسة في اثنين 10، ما فيهاش مشكل. هاك انت سلمتي على خالتك وزدتي سلمتي على بنت خالتك. ذاك نروحوا للدور تاع ماماك، راح تسلم على اختها وعلى بنت اختها. ركز ركز، الطريقه الامور بسيطه. وكي نقول لك ركز عليها راهم يدخلوا فيها الاشارات. زيد 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 وزيد في النقص ناقص، كي تشوفهم مختلفين قول لي ناقص، كي تشوفهم متشابهين قول لي زيد 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 في النقص ناقص، ناقص زيد ناقص، ونقص في النقص زيد. واحد قلت له ناقص في نقص قال لي ناقص زيد زيد. قال لي شيخ منا ناقص منا ناقص اي ناقص، ها ودي متشابهين زيد. قال لي شيخ يكونوا متشابهين قول زيد زيد في النقص ناقص، ونقص في زيد ناقص، وزيد في النقص ناقص، ونقص في نقص زيد 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 في النقص ناقص، ونقص في زيد ناقص. صح، روحوا السهم رقم ثلاثة، خمسة في جذر ثلاثة، خمسة جذر ثلاثة. واش قال لي الشيخ؟ الشيخ قال لي حر في جذر كي تكتب الكل، صح ولا؟ وعيد عفوا، هنا في السهم رقم ثلاثة عفوا، ثلاثة ناقص جذر ثلاثة في جذر ثلاثة، ناقص جذر ثلاثة، روح دائما الإشارة ناقص الزيت ناقص جذر ثلاثة بين جذر ثلاثة، هو صح جذر تسعة، هو صح ما نقولوا جذر تسعة، بصح الذكي تبقى لي القاعدة اللي تقول جذر أ في جذر أ هي جذر، ما نقولوا أ في أ يا أخي أ مربع يا أخي، بصح أنا واش قلت لكم؟ طرفي راه بلاش واش تعطيني؟ يعني مرة شاية كي تلقى جذر أ في جذر أ قول لي أ، جذر ثلاثة بين جذر ثلاثة ثلاثة، هو التلميذ البسيط يقول لي جذر تسعة، بصح من بعد كي تقول لي جذر تسعة وتزيد تبسطها كذا تعطيني. بصح التلميذ ممتاز كي نقولوا جذر خمسة في جذر خمسة يقول لي خمسة، جذر مريم في جذر مريم حالة خاصة كي يكونوا متشابهين. هاي عاودوا معايا ناقص في الزيت ناقص، جذر ثلاثة في جذر ثلاثة ثلاثة، صح. تعود مخك يا جماعة، راهو على قد ما تعطيه على قد ما يعطيك نتائج. خدموا شغلوا. بقات الأم راح تسلم على من؟ على بنت اختها. سهل الرابع ناقص جذر ثلاثة في اثنين، قال لي الشيخ دائما إشارة صح، ناقص الزيت ناقص، جذر ثلاثة في اثنين اثنين، هي جذر ثلاثة في اثنين، من الأحسن أنك تقول لي ابدأي دائما بالرقم صح، قولي اثنين جذر ثلاثة، هو ماما نقولوا جذر ثلاثة في اثنين، بصح شوي ثقيلة يا جماعة ثقيلة،
انتبهوا ما كنت تقول جذر ثلاثة باثنين ما كنت تقول اثنين جذر ثلاثة اثنين جذر ثلاثة كي تسيدوا الولد السيرسيرة هذه تسمى راك خدمت لي 80% خدمت 80% تبقى لك 20% وش هي؟ هي التبسيط راح نبدا البسط راح نبدا البسط نجمع الحر مع الحر والجذور نجمع الجذور طبيعة الحال الجذور ما يصلحش نجمعهم الا اذا كانت متشابهة شو هذا هذا واش عدد حر هذا حر او 10 عدد حر سير هذا حر شو نجمع هذا معنا 10 ناقص 3 زيد 6 عاودوا استوجدت جمعت الحر مع الحر 10 ناقص 3 7 قد حاجة 5 جذر 3 ناقص 2 جذر 3 نهزوا جذر 3 كعامل نص حر وإذا كان كنت ذكي هذه بالعقل يا جماعة مش احنا راح ننوروكم فرد مرة الذكي كيشوف الجذر يشوف بعضه يتخيل بلي جذر كذا هذا كيشغل هو اكس يتخيلوا اكس شوف 5 اكس ناقص 2 اكس هي 3 اكس معناها النتيجه هي 3 جذر 3 هذه كي تكون متمرس مليح وتكون بيان نعطيوها هذه الطريقه فهمت هنا بالنسبه للتلميذ العادي واش نقول نقولوا زايد ناقص جذر كذا كعامل مصفى كما كنا نقولوا في المثال كي طلع لنا جذر كذا واش تبقى 5 ناقص 2 خمسة ناقص اثنين ثلاثة وش وين نزيد نعاود لكم كي تكون متمرس مليح وتخدم بها تخدم مليح كي نقول لك خمسة جذر كذا ناقص اثنين جذر كذا كي شكون تحط جذر كذا بالقلب خمسة ناقص اثنين ثلاثة جذر هذاك اللي خبيته هي ثلاثة جذر ثلاثة لكن له نديرو جذر ثلاثة ونفتحو قوس فهمين فوالا نعطيك مثال واحد اخر مثال 7 جذر 5 ناقص 4 جذر 5 شفت منا جذر 5 ومنا جذر 5 حطوا جذر 5 7 ناقص 4 3 فكذا نفتحوا قوس حطوا جذر 5 يعني شو هزينا عام مشترك ونتعامل نجمع ونطرح الاعداد كما اليوم نطرح الاعداد بس هذه واحد موجب واحد فهمين شوفوا مثال مثال موالي تلقاو دائما في النشط يقول لي ماذا احسب المقدار مثال بي بي تساوي واحد ناقص ثلاثة جذر اثنين عامل فيه اثنين جذر اثنين زائد خمسة توجور كما قال لي الشيخ العقلية عقيدة سلام نشط الأول في الأول بعد أول في الثاني بعد الثاني في الأول بعد الثاني في الثاني نحاول نديرو مثال هنا مثلا سبعة ما نديروش مثال تاع واحد حالة خاصة تسمى كي يكون واحد يجيني سهل واحد عنصر هي ديك النسبة للضرب ثم يجينا المثال سهل بون نبدا بي انا هاو السهم الاول السهم الثاني السهم الثالث السهم الرابع طبعا حمودي انت في الفرض والاختبار ماكش حتى الاسم فهمين تبع مين تبع وركز او انا من الجذور انا علاه نقول انا تقريب اصعب درس هو الجذور علاش؟ باسكو الطلبه بزاف ما يركزوش ما يركزوش فيه وبالتالي يصرى بما يسمى بوجه في ضياع المعلومات تضرب واحد من الطلبه يولي يكره يولي يديك يقول لك فرد او انا ما عرفش هذا قلقش تبقى القواعد ركز مع الاستاذ نروح الدار نزيد نعاود ولا نزيد نفرش الفيديو وخلاص صلى يا محمد نبدا بي انا راح نسلم على خالتي من بعد نسلم على بنت خالتي من بعد يجي الدور تاع امي بيت وشك سامي الاول سبعة في اثنين جذر اثنين سبعة هذا اللي كنت منتظر بها كي نضرب عدد حر نضرب في ماذا؟ في عدد حر من نضرب في الجذر هل الحر هذا كي يضرب في حر مع الجذر الحر هل يضرب في الحر ولا يضرب في الجذر؟ الحر يمشي مع الحر يقول واحد معايا شو معنى؟ سبعة في اثنين جذر اثنين سبعة في اثنين جذر اثنين جذر اثنين تبقى
تقول ما تهضرش معايا علاش انت ما عندكش جيب وعيد 7 في 2 جذر 2 14 7 في 2 اساسي هي 14 جذر 2 طرف كما هي سامي الاول خلاص سامي الثاني 7 في 5 35 هذه سهله الحرف الحر هو حر يجي الدور تاع ماما ناقص 3 جذر 2 في 2 جذر 2 حر في جذر راح يضرب في حر في الجذر اسمع مليح راح يضرب الحر في الحر وجذر في الجذر ما تلاحظوش بلي كاين نوع من العداله الاولى الاولى عدل حر في حر في الجذر هو الحر في الحر والجذر يبقى هكذا بصح حر في جذر مع حر في جذر شو شي اسم الحر يضرب الحر والجذر يضرب الجذر شوف اسيدي انا عميل شيخ ما فهمتش تطلع معايا دير دوبل اشاره ناقص 3 جذر 2 في 2 جذر 2 ناقص في الزايد صحها ناقص في الزايد ناقص هنا سحب الاشاره 3 في 2 6 جذر 2 في جذر 2 جذر 2 واش قلنا؟ 2 ذكي يقول لي 2 واللي بسيط يقول لي جذر 4 انا فهمت قبل قلنا جذر 2 في جذر 2 هي 2 لما ما نكتبو شو ضربة؟ وكتاش ضربة؟ اثنين نعاود ناقص 3 جذر 2 في 2 جذر 2 هاو رسمها واحد راه شوف ناقص 3 جذر 2 عامة في واش؟ في 2 جذر 2 طلع لي شرط الأسود راح نضرب ناقص 3 في 2 هي ناقص 6 صح ولا؟ وجذر 2 في جذر 2 كتاش؟ 2 لما ما شو ضربة؟ وقال لي شيخ يكونوا متشابهين حط اثنين تسمى النتيجه تاعها لي كل هي ناقص 12 ناقص 2 ناقص 12 هذا هو هاك الساعه بعد المسطور صاي ماما بعد ماما ما قلت تختار ناقص 3 جذر 2 في 5 ناقص 3 جذر 2 في 5 ناقص 3 في 5 ناقص 15 جذر 2 في 5 خلاص كيفاش بغيت نسيب مبروك عليك تساوي ب تساوي بعد لها الصح ناقص 6 ب 2 14 جذر 2 زائد 6 ب 2 ناقص 6 ب 2 ناقص 15 الحر والحر 35 حيل 12 كم؟ 23 14 جذر 2 ناقص 15 جذر 2 واش قال لي الشيخ؟ قلبي فكر قلبي نحطوا جذر 2 14 ناقص 15 ناقص 1 عيد كتبي ناقص 1 في جذر 2 نحي الواحد ناقص جذر 2 فهمت؟ النتيجه هي كلا زائد 14 ناقص 15 هي ناقص 1 ناقص 1 نضربها في جذر 2 هي ناقص جذر 2 ما كتبوهاش كا ما كتبوش ناقص 1 جذر ناقص 1 في جذر 2 واحد في الضرب يختلف تسمى النتيجه هي ناقص جذر 2 بصح هي الاصل تاعها ناقص جذر 2 هذه الاصل تاعها هي ناقص 1 في جذر 2 تمام جاوبوا شويه صعب ولا البدايه مع البدايه البدايه برك هيك البدايه هذا كل على جال واش باش راح نروحوا الحاجه اللي راح نديروها اليوم وش هي؟ هي كتابة كسر على شكل نسبة مقامها عدد نقط، يعني كيفاش نحيو جذر من مقام؟ كيفاش نحيو جذر من مقام؟ إذا كتابة كسر على شكل نسبة مقامها عدد نقط أيوة وش معنى الكلام هذا؟ يعني نعطيك كسر بسط مقام المقام فيه الجذر كيفاش؟ راح نحفو الجذر من المقام يعني هنا راح نضرب في المرافقة كيف فاهم وش معنى المرافقة
إذا نشوفوا مثال. طبعاً أ تساوي 3 ناقص ناقص نبدأ بمثال بسيط. هذه 3 ناقص جذر 2 على جذر 2. اكتب أ على شكل نسبة كيجيك السؤال مقامها عددنا. حنا في الرياضيات لازم نعرفوا حاجة في الرياضيات، أكبر مشكل يكبر الكسر كون يكون المقام فيه جذر. الكسر ما يحملش الجذر في المقام، ما يحملوش، يقول خرج عليا طلعوا لفوق. يا هل ترى الجذر كيطلع لفوق يولي ناقص؟ يولي كيفاش؟ لا ما يصلحش. ومش اجمع اس ولا كذا باش نغيروا الاشاره ولا لا. هنا لابد اني نضرب في المربع. شوفوا كونوا اذكياء. نطرح لكم السؤال، شكون هو العدد دي في المقام؟ شوفوا في المقام. باش يكون العدد دي نضربه في جذر 2 يرجع لي عدد، يعني جذر يرام. تفضل. شوف كيفاش جاوبتوا؟ لانه كي نضرب انا جذر 2 في جذر 2 قداش النتيجه؟ هي 2. مش قال لي الشيخ مام؟ قال لي جذر مريم في جذر مريم؟ مريم. إذا واش نديرو هنا؟ هذه النتيجة كما سميتوها قاعدة، أنا اعتبرها قاعدة. كيكون كسر مثال أ على جذر ب، باش نحذف الجذر راح نضرب بسط ومقام في جذر ب. بس كنجمع الجذر كسر جمع وقاعد كي ميزان، باش نحافظ على التوازن تاع الميزان. واش ندير؟